بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايلكم فيديو جديد النهارده، هنعمل تنظيف الممبار. بص بقى، يعني اليوتيوب مليان تنظيف الممبار، يقولك مثلا ايه بالغطا الازازه ومش عارفه بفيشه الكهرباء. لا، انا عندي ابسط الامور، انا مش هعمل اي حاجه ولا هجيب اي حاجه خالص، انا مجرد ان انا همسك سكينتي وعصايه من بتاعه الايس كريم او اي حاجه خلاف عصايه الايس كريم تكون رفيعه، بس انا مش هعمل اي حاجه تكون مختلفه، او يعني مش هخترع، يعني انتوا فاهمين، يعني ابسط الامور اللي ما عندهاش اي حاجه خالص ممكن تعملها. يعني مثلا انا معايا ممبار اهو، اهو طبعا انا لسه ما قطعتوش، هقطعه معاكم كده علشان يبقى سهل عليا اهو، ودي هعملها كده، يعني كل واحده يعني على حسب الطول اللي انت عايزاه اهو. فهي انا عاملاها الطول ده كده اهو، بصوا هو ده. هيعمل ايه بقى؟ هجيب الممبار اهو، هعمل كده، يعني الحرف بتاع اهو، هدخل ده كده واتعمل كده، شوفوا اهو، دي طريقة، وهوريكم طريقة تانية جميلة جدا. اهي طلعت بالناحية دي، اهي اشد كده وهتنزل كده، شفتوا قلبته بكل سهولة، يعني هي دلوقتي مليانة مية، تنزل بقى اهو اهي يا جماعة، طرف اهو، بقعد انزل كده، شوفوا بقى المية اول ما دخلت قامت المية منزلها على طول. بس برضو بقول لكم ان الطريقة بتاعت الخشبة دي اهي، نعمل حته في حته بردك صغيره، شفتوا بقى بتاعت الخشبه، نعمل كده نعمل كده، بصوا بتقلبها يعني بابسط الامور بعصايه ايس كريم، يعني مفيش بعد كده. هنيجي بقى اوريكم بنضفه ازاي، ما تقولوليش بقى اي حاجه في الدنيا، هي السكين. بعمل كده اهو، بحطها على الرخامه اهو، وبعمل كده، كل الاصفر ده هيطلع اهو، والناحيه الثانيه اقوم قلباها وعامله كده خلاص. شفتوا نضف ازاي؟ شفتوا بقى كل اللي على الحوض ده طلع منه، شفتوا بقى الفرق اللون ده؟ هي كده لسه مقلوبه، ما قلبتهاش بقى على الوش بتاعها، هي كده على الظهر برضه. كده على الظهر بتاعها اهو، شفتوا الاصفر؟ يعني عايزه ابين لكم الفرق ما بين اللي اتنضفت، هعمل لكم الصفرة دي قدامكم اهو عشان ما تقولوش مثلا في فرق ما بينها اهو. يعني عشان الصفرة اللي انا وريتها لكم دي هوريها لكم اهو، شوفوا هي هيها اهي، ولا تاخد ثانية واحدة، هقلب على الناحية التانية اهو، عايزة اوريلكوا برضو اللي ما اتعملتش واللي اتعملت، شايفين الفرق؟ شايفين الفرق في اللون؟ يعني والله العظيم ولا بقى اختراعات ولا اي حاجة في الدنيا، هي مجرد سكينة وتنضفي. اعمل معاكم دي كمان اهو، يعني انا مش عاوزة اعقدها على ست البيت والله، يعني هي كل المشكلة ان انا مش عايزة اعقدها على ست البيت، يعني مش شرط ان انت يعني مجرد حتى غطا الازازة ما تدوريش عليه، يعني اعملي كل حاجة في ثانية، ما خليكي شاطرة كده ولهلوبة، ما تدوريش على اسباب ده انا ما عنديش كذا عشان مش هعمل كذا، لا
كل حاجة في البيت بتتنظف بتتعمل، مفيش حاجة صعبة اهو اهو يا جماعة. بصوا بصوا البياض، شفتوا الحلاوة؟ اوريكم اللي ما اتعملش، شوفوا برضك الفرق ما بين الاصفر ده وده. يا سبحان الله، يعني ابسط الامور بتهون علينا. هعمل بقى الكمية دي كده وارجع لكم، هعمل دي كله وارجع اوريكم قبل ما اقلبه انا في طريقة بعملها بتنضف بواقي الحاجة اللي فاضلة دي، رهيبة رهيبة رهيبة. انتظروني بس اما اخلص دول كده يا حبايبي. خلصت الكمية كلها اهون زي ما انتم شايفين، شايفين بسم الله ما شاء الله نضف خالص اهون. عايزة بس اوريكم اهون، شوفوا نضف ازاي. المكون السحري اللي انا بعمل بيه بقى يعتبر دلوقتي انا ما عملتش باي حاجة خالص، هو الملح الابيض. يعني الملح ده، يعني انا ما عنديش ملح من الخشن، الملح الخشن تحفة، ده ملح ناعم. هبدأ ارشه عليه كده اهو، احط كمية كبيرة يعني محترمة كده اهو. ابدأ بقى ادعك كده، هوريكم بقى اللي هيطلع منه بسم الله ما شاء الله. بصوا انتوا، يعني احنا عملنا بالسكينة وبيبقى بواقي في الحروف كده اي حاجة ما نطفتش. الملح ده ما اقولكوش بقى، ينزل كل حاجة وتسيبيها بقى فترة في قلبه كده. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين شايفين اللي تحته، شايفين شايفين ده، شوفوا شوفوا ده مادة يعني لزجة كده منه اهو. بيطلع كمية اهو، شوفوا انا مش عارفة الكاميرا جايباه ولا لأ. شوفوا كل ده كده طلع من اهو، شوفوا تقيل جدا، يعني مش مجرد انه مية لأ، نازل منه كل ما تدعكي اكتر كل ما ينزل اكتر. شايفين شايفين يا حبايبي، اكيد يعني هما برضو باينه، الحكايه باينه، يعني في فرق اهو ما بين ما كانت ناشفه خالص ودلوقتي شوفوا نزل حاجات كده مخاطيه اهو. يعني شوفوا تنزل في الحوض كده، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. الملح ده بيعمل مفعول سحري، شوفوا شوفوا كميه ايه. بقعد بعمل حوالي 10 دقايق فيه كده، طبعا بقى هجيب مثلا انتوا عارفين لما بنيجي نغسل اي حاجه وعايزين نودي الزفره منها نجيب شويه دقيق نحطهم كده وندعك بردك، نجيب مثلا ليمون او خل بقى ونحط كل ده. يعني ايه الناس عارفة ان ده تبع غسيل السمك والفراخ، الحاجات اللي هي طالعه من الحيوانيات دي بنغسلها بالدقيق والملح والليمون بس. الملح مع الممبار هو بالذات الملح الخشن بيفرك اي حاجة متبقية في الجدار بتاع الممبار، يعني بينظفه بطريقة، شايفين شايفين يا جماعة كل ما نعمل كده، شايفين شايفين. عاوز اوريكم بس كده، هو كل ما يعني عارفين اما نشطف كل ده هيروح، يعني خلاص هو نزل اهو من عليه، هو ماسك فيه بس عشان عايز يتشطف. شوفوا كمية كده بسم الله ما شاء الله اهو، شوفوا شوفوا نزل منها قد ايه. فهشطفه بقى دلوقتي كده، الدقيق خلاه ريحته جميلة، بس مش هحط بقى خل ولا ليمون ولا اي حاجة الا بعد ما اشطف اهو كده بقى يا حبايبي. اهو المية، شفتوا بقى في المية بقى عامل ازاي، شايفين شايفين نضفته. هبدأ اشيله معاك كده تاني هنا. طبعا احنا بننضف الحوض، الحوض بتاعنا على طول نظيف ومعقم، تعرفين ان انا بغسله دايما بخل وملح ليمون وكربونات وحاجات حلوة كده، الحاجات الطبيعية اللي بتتحط على الاكل والصحية دي.
فطبعا ما بتبقاش في قلبه شوائب غلط ولا اي حاجه، فعشان كده انا بحب اغسل على طول كده في الصوص اهو. نجيب بقى الطبق ده، شايفين بقى ما شاء الله عكس الطبق لونه عامل ازاي. احنا طبعا ما قلبناهوش لسه، بس انا عاوزه بقى نقعه نحط الخل بتاعنا وكل حاجه، وهو كده على الظهر ده عشان هو ده اللي انا عايزاه يتنقع، عندنا نغير عليه الميه لحد ما ايه يبقى ميته نظيفه جدا. حكايه بقى الشطيف دي بتاعتك انت، يعني انت تقدري انت اللي بقى تتحكمي هتغسليه قد ايه وكده. هنا معايا الخل الابيض، حط شويه وهحط شويه ملح كمان، ملح ابيض يعني خل وملح ما شاء الله. ده بقى هنقعه في قلبه هيطلع احلى ممبار نضيف جميل جدا اهو. هنقعه بقى كده و هجيب بقى نص ليمونه او ليمونه واعصرها كده اهو، احطها كده. شوفوا بقى خل وملح وليمون، انا مش هقول لكم الريحه اتغيرت قد ايه، يعني اتغير ريحه من ريحه اهو، احلى ممبار ممكن تشوفيه اهو. انا عايزه بس اوريكم نظافته، شوفوا النظافه وشوفوا الجمال، شايفين شايفين النظافه. يلا بقى روحي اعملي ممبار وجربي الطريقه دي، شوفي نظافه ما بعدها نظافه، وما خدتش مني اي وقت خالص علشان مش بجيب اختراعات، هي مجرد خشبه ايس كريم والعصايه بتاعه الايس كريم بقلب بيها وشويه ملح بدعك بيها وسكينه بنضف بيها، مش اكتر من كده والله العظيم. يلا بقى جربي وهتلاقي احلى طريقه ممبار. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه، باي باي.